اهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدي إميغ 24 الالكتروني. يخوض المنتخب الوطني المغربي لكره القدم اول لقاء له ضمن نهائيات كاس امم افريقيا 2017 بالغابون. ما هي حظوظ المنتخب الوطني خلال هذه الدوره؟ ما هي توقعات الجاليه المغربيه المقيمه ببروكسل لنتيجه المقابله الاولى؟ تجمع عشرات من محبي المنتخب الوطني المغربي بأحد المقاهي بالعاصمة البلجيكية بروكسل لمشاهدة المقابلة التي جمعت بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكونغولي ضمن نهائيات الدورة 31 لكأس إفريقيا للأمم سنة 2017 في كرة القدم التي تحتضنها الغابون. والله أولا كنشكر موقع إميغ 24 اللي اهتمت بالمغاربه وجات المقهى تطوان هنا بالعاصمه بروكسل اللي تنقل الجميع الاجواء والاحتفاليات اللي كنقوموا بها هنا قبل المقابله. فكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفق الفريق ديالنا الوطني وما يخيبوش الظن هذه الجماهير الغفيره اللي جات من انحاء بروكسل، ونتمنى ان شاء الله حظا سعيدا للفريق الوطني رغم نقص بعض اللاعبين والغيابات ديال اللاعبين الاساسيين. وانا شخصيا انا موجود هنا يعني بحكم ان هذا المقهى معروفه بالتجمع ديال المغاربه اللي كاينين في بروكسل، وانا شخصيا جيت لهذا المكان باش نتابع المقابله ديال المنتخب الوطني ديالنا، وكل امل ان المنتخب ديالنا ان شاء الله يرجع بنتيجه ايجابيه اليوم، وعلى الاقل يعني انتصر وربحوا 3 نقاط، خصوصا ان المقابله الاولى ما بين الكوت ديفوار وطوغو انتهت بتعادل سلبي. وقدم المنتخب المغربي خلال الجولة الأولى عرضا محترما حيث استحوذ لاعبه خلال فترة هذه الجولة على وسط الميدان، الأمر الذي مكنهم من خلق العديد من الفرص، إلا أن الفعالية والنجاعة الهجومية وعدم وجود متمم للعمليات أضاع على المنتخب المغربي فرصة إحراز الهدف الأول. وضد مجريات اللعب تمكن المنتخب الكونغولي من مباغتة دفاع المنتخب المغربي بتسجيله لهدف الانتصار في الدقيقة 55 عبر اللاعب جونيور بعد خطأ فادح للحارس منير المحمدي. وفي الجولة الثانية ظلت الأبصار شاخصة تترقب ما ستسفر عنه تغييرات المدرب هيرفي رونار، لعلها تأتي بالخبر الصار لعشاق الأسود الذين صبوا جام غضبهم على اختيارات هيرفي رونار وعلى الجامعة وعلى اللاعبين الذين لم يقدموا مستوى يليق بمستوى المنتخب الوطني المغربي. وعقب هذه الجولة تصدرت الكونغو الديمقراطية ترتيب هذه المجموعة برصيد 3 نقاط، وخلفها منتخبا كوت ديفوار وطوغو برصيد نقطة واحدة لكل منهما بعد تعادلهما سلبيا، بينما تذيل المغرب جدول ترتيب ب0 نقطة ليستمر بذلك الكابوس المعتاد في الخروج المبكر من البطولة، وتبدأ لغة الحسابات التي لازمتنا منذ 2004 حين بلغ المنتخب الدور النهائي في تونس وتستمر لعنة عدم تخطي الدور الأول. ما خصهم يجيبوا المحليين ليه؟ هذوك اللي كيلعبوا فهمتي، عندنا حنا منتخب ديال المحليين، هذوك هما اللي يجيبوا الكاس، هذوك هما اللي يجيبوا زعز، ما خصهمش من برا سفيني، ويجيبوا مدرب من تماك فعقيل ولا شي واحد من تماك وتشوف واعطيهم فلوس والله العظيم يتهلاو فيهم والله حتى يجيبوا الكاس ياكلوه. دابا انت كاعي المنتخب كاعي بزاف، انا مرضى هذا مرضنا انا راه عندي روح رياضيه انا والو عيالي ما عندنا المنتخب لا والو، جيبوا غير الدراري ديال البلاد يلعبوا احسن منهم والله لعيب والله ما الصراحه ما ماشي جوور هادو ما كيضربوش نفس على القميص الوطني صراحه، ما كيعرقوش على القميص الوطني. لافريك دابا شوف لافريك، شوف لي زافريكان، هذوك هو الكور. علاش المغاربه كاملين نصدوا من النتيجه؟ نتيجه عاديه جدا، كيفاش بغيتوا المنتخب يربح والمنظومه السياسيه المنظومه الرياضيه كلها فساد من الفوق حتى لتحت، شيء عادي جدا. كيفاش؟ بس لا ما كاعيش باسكو حاجه منتظره. غتكعمني فريمون غتكون عندك منتخب بحال الكوت ديفوار بحال البرازيل وديك الساعه غادي يديروا هذه اللعبه، ديك الساعه تقدر تكع. علاش باغي تكعب من 2004 ما تاهلوا حتى للدور الثاني، ديما الشوها لا ميم شوز كتعاود ديما، ودابا كنكعاو ملي كيخسروه كعادي. واش غادي نقول لك اخويا، المنتخب الوطني ولا دائما دابا ولينا سميت بابا ما عرفتش شنو غادي نقول، والله البارح ما نعسنا، والله الا حشومه عليهم، هذاك الشيء اللي تيديروا لنا واللي تيديروا للمغاربه، بدل في المدرب كون غير خلاونا الزكي يا سيدي، كون غير خلاونا الزكي ديالنا حتى لا تغلبنا ما كاين مشكل، يجيبوا لنا واحد بالملاير ديال الفلوس يصيفطوهم 4 ديال الطياير ولا ما نعرف شنو تيديروا، وفي التالي تيتغلبوا مع من
هذيك فرقه اللي تغلبوا معاها البارح ماشي حشومه صاحبي. ولينا كنبكيو كاع درسنا التلفزيونات. السلام عليك اخويا الله يرحم الوالدين. حسرة، تذمر، خيبة أمل، كانت هذه انطباعات الجالية المغربية المقيمة ببروكسل، متمنية أن ينتصر المنتخب الوطني في المقابلة الثانية كي يعيد أمجاد الكرة المغربية. الغالي محمد رشاشدة، بروكسل.